السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي بخصوص الكليب النازلة المنشد مصطفى الرباعي الدنيا ست وجوه، هذا الكليب ما يتناسب مع كشخصيتك كمنشد حسيني. أولا الإيقاعات الموسيقية، ثانيا بالكليب استعراض بعض الممثلات والاستعراضيات على مواقع السوشيال ميديا، فهذا الشيء يعني حرام ما يتناسب. يعني انت بالكليب وبالاخراج اللي استخدمت لهذا الكليب، يعني انت دمجت وي مقطع وي المقاطع بنات، يعني بنات ويسوون حركات وقال، فانت ما اختلفت، فانت يعني حالك حال المطرب والمغني، وهذا يعني هذا الشيء طبعا حرام. يعني هسه انا نرى ويكم انت مو منشد كرادود حسين، وشوفوا هذا الارشيف مالته طبعا رادود حسين، يعني انت يو رادود حسيني يو مطرب، اما هاي اسبابك واعذارك هذا العمل الانساني او هاي، لا حبيبي هذا اصلا لا يجوز وحرام، ولا تخاف من واحد، خاف من الإمام حسين ما بيش. انت تحب الغناء صير مطرب، اتبرى من الإمام حسين وصير مطرب، ما بيها اي اشكال، حالك حال يوسف عبد ربه، وشكرا لك.